العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي والموجود حاليا في استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو عشان نطمن منه على أخبار منتخبنا الوطني ومدى الإستعداد لمباراتي السنغال. محمد مساء الخير عليك وطمني كده منتخبنا الوطني جاهز إزاي؟ النهارده كان في زيارة مهمة جدا لدكتور أشرف صبحي أبرز الكلام اللي قاله وزير الرياضة للاعبين وكمان حالة الفريق كنت لسه بتكلم على صراحة وتريزيجيه جاهزين ولا لأ؟ دخلوا في المران الجماعي النهارده كمان ولا لأ؟ طب واضح ان في مشكله في الصوت ارجع تاني طيب للترند المحلي على ما يجهز منا محمد توفيق قلنا ان محمد صلاح اصبح جاهز بشكل رسمي لخوض مباراتي السنغال على ما يرجع لنا توفيق نكون مطمئنين منه بقى بشكل رسمي لانه خلاص موجود جوه المران فشايف بقى بعينه اللعيبه جاهزه مين اتمرن مين لسه واخد راحه مين محتاج استشفى فده نعرفه من توفيق طب حساب اليوم السابع النهارده بيتكلم على خبر متعلق بطريقه اللعب عاجل كارلوس كيروش بيدرس تغيير طريقه لعب منتخب مصر امام السنغال بعد عوده قفشه بصوا يا جماعه الجزئيه دي تحديدا عشان فيها كلام كتير طيب توفيق جاهز نرجع بسرعه تاني لتوفيق قبل ما نخش في فكره طريقه اللعب نشوف توفيق ايه الجديد اللي عنده النهارده في مهران منتخب مصر قبل مباراه السنغال مساء الخير يا توفيق مساء الخير محمد تحياتي ليك وكل مشاهدي برنامج الترند في كل مكان زي ما انت قلت متواجدين بالفعل في تدريب المنتخب النهارده كنت سمعت اسئلتك كلها قبل ما الخط يقطع معاك زي ما انت قلت بدايه كان في دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه النهارده كان موجود في معسكر المنتخب يمكن اتكلم لوسائل الاعلام وهيكون موجود معاك بعد دقايق اتكلم قال طبعا دي مرحله زي ما نقول دعم ووقوف خلف المنتخب قال انا اتكلمت مع اللعيبه النهارده ان احنا بنساندكم عملنا كل الاجراءات اللي علينا وفرناكوا كل التسهيلات اللي انتوا عايزينها حتى حضور الجماهير هيبقى بشكل كبير جدا في الصدق. القاهره كل اللي عليكم انكم تعملوا اللي عليكم مش منتظرين منكم اكتر من كده وكل شعب مصر وراكم ويمكن يتكلم طلب طبعا طلب دعم كل وسائل الاعلام للمنتخب في هذه المرحله طبعا حضرتك عارف مباراتين بينهم اربع ايام يعني ما بقاش قدامنا غير زي ما بنقول الدعم وان شاء الله دعوات كل المصريين للمنتخب ان يحقق نتيجه ان شاء الله تكون كويسه والصعود لكاس العالم باذن الله كمان يمكن دكتور اشرف صبحي يتكلم قال ان اتكلم مع اتحاد الكوره مع الجهاز الفني المنتخب قال لهم كل طلباتكم مجابه اي حاجه تحتاجوها في هذه الفتره احنا في ظهركم وبندعمكم نقل كمان شعور اللاعبين قال ان انا لما اتكلمت مع اللاعبين لقيت عندهم كل الاحساس بالمسؤوليه وانهم كلهم مصممين على هدف واحد وهو الوصول لكاس العالم واتكلم كمان على منافس مصر منتخب السنغال قال يمكن احنا قابلناهم في كاس الامم في النهائي انا ما اعتبرش ان دي كانت خساره المنتخب يمكن المنتخب كان لاعب اربع مرات باكسترا تايم بعكس السنغال قال ان احنا كنا اكثر من ندي اليوم وان شاء الله نعمل مباراه كبيره على الجانب الاخر زي ما انت ذكرت يمكن كل اللاعبين المحترفين محمد مشاركين في مران اليوم كان ده اول مران كل اللاعبين يكونوا موجودين فيه اول مران بيكتمل فيه المنتخب يمكن اليوم بيبتدي في المعسكر بتدريبات جيم صباحا وبعد كده بيبقى الغدا ومحاضره فيديو وبعد كده التمرين وفي محاضره فيديو اخرى في المساء زي ما قلت لك كل اللاعبين موجودين لاعبي النادي الاهلي موجودين كلهم في التمرينات وبشكل اكثر من روعه وجميع الانديه الثانيه المشاركه خاصه كمان المحترفين محمد صلاح يمكن موجود النهارده زي ما انت قلت تريزيجيه موجود كل الدعم المنتخب مصر وان شاء الله يحقق نتيجه تسعد كل المصريين وكمان كمان كان لنا مع كابتن ضياء السيد اللي اتكلم قال يا جماعه مش ده مش وقت ان احنا نتكلم على الاختيارات احنا دلوقتي في 23 لاعب كلنا لازم نثق فيهم لازم ندعمهم لازم نقف وراهم ما بقاش في وقت لاي حاجه غير ان احنا ندعم المنتخب كابتن كمان كان حديث معاه اكد إن, ان شاء الله مت منتخب مصر هيسافر السنغال محمد يوم 27 باذن الله هيتدرب صباحا هنا على سد الدفاع الجوي ومن بعدها باذن الله هيسافر للسنغال لاداء مباراه العوده يوم 29 ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر الكيميكا محمد طيب توفيق طيب اخر سؤال هل حد سال الجهاز الفني على فكره طريقه اللعب 4 2 3 1 4 3 3 هل السؤال ده اتطرح ولا ما حدش اتكلم في الجزئيه دي خالص لا طبعا اتكلمنا مع كابتن ضياء السيد في هذه الجزئيه ولكن كابتن ضياء قال يعني يا جماعه كل الامور دي نتركها للجهاز الفني يعني يعني تحس من كلام كابتن ضياء محمد ان لسه ما استقروش على طريقه اللعب هم معاهم 23 لاعب زي ما قلت لك دي كانت اختياراتهم اللي شايفينها من وجهه نظرهم انها الانسب في هذه المرحله خطه اللعب لسه يعني اعتقد لغايه دلوقتي الجهاز الفني لم يستقر على خطه اللعب اعتقد خلال اليومين المقبلين ان شاء الله يكون في استقرار بشكل كبير جدا على خطه اللعب وان خطه اللعب زي ما بنقول محمد يعني كل الخيارات متاحه اهم حاجه يلعبوا بطريقه تكسبنا ناخد اول مباراه على ارضنا والمباراه الثانيه كابتن ده يمكن كمان ركز في كلامه على حاجه مهمه جدا قال يا جماعه ما حدش ياخد نتيجه مباراه على حده نتيجه الصعود او الفريق اللي هيتاهل لكاس العالم هيبقى بنتيجه المباراتين ومش مباراه واحده يمكن كابتن ضياء كان موجود في جهاز برادلي وال يعني في مباراه غانا ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله ما تتكررش وزي ما شفنا يمكن الجهاز الفني اخطا يا محمد وكلنا فاكرين في التعامل في المباراه الاولى خارج الارض وفتح خطوطه وهاجم وكانت العاقبه ان احنا خرجنا وخسرنا بنتيجه المباراتين فاعتقد ان الجهاز الفني كابتن ضياء اللي كان موجود في التجربه الاولى مدرك جدا ان نتيجه الصعود هتبقى مرتبطه بمباراتين هي مباراتين 180 دقيقه هيوصلونا لكاس العالم يعني نتمنى ان هم اكيد عارفين النقطه دي وياخدوا المباراتين كوحده واحده والجهاز الفني يشتغل على الخطه الانسب سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه وان شاء الله, الله في النهايه جهودهم وكل دعوات المصريين ان شاء الله نصعد لكاس العالم باذن يا محمد. الله محمد باذن الله زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي واللي كان حاضر النهارده مران منتخبنا الوطني استعدادا لمباراتي السنغال الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكاس العالم ايا كان